السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا نانيت؟ عاملين ايه؟ اسهل طريقه لعمل الفطير المشلتت، لاحظت ان الناس كلها متحيره من موضوع الفطير المشلتت ده. هقول لك الاساسيات بتاعته وانت تقدري تزودي تقللي زي ما انت عايز. يعني ايه؟ هو عباره عن ميه وملح دقيق وميه وشويه سكر، حتى الافران ما بيحطوش ملح، يقول لك الملح بيقطع العرق اللي هو ايه، ما يتقطعش معاكي وانت عماله تعجني وتخبزي فيه كده. طبعا احنا بنحاول ما نقطعوش، واحنا بنفرد لكل قطعه بتقطع لك الرئه من جوه، فبتكش في يعني حاجات كده كتير. لكن لو انت اول مره جربي لازم هينقطع منك ولازم مش هينعجن منك حلو، ما تقلقيش من الموضوع ده. اي كميه دقيق، انت لو واحده بتبتدي لسه هاتي ربع كوبايه، ربع كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، انا معايا كيلو دقيقه هعجنه في الفخار. لازم تعجني في حاجه واسعه، حاجه واسعه عشان تعجني حلو. اساسياته ايه؟ الكيلو الدقيق ياخد منك كبشة سكر محترمة كده، السكر مكد، ماشي، كبشة سكر حلوة، ممكن يزودها سنة كمان، وبيتغمس بالحادق وبالملح ويتاكل كده جميل جدا. طيب اساسيه السكر، السكر ليه؟ السكر بيرفع درجة حرارة الخبيز فيديكي تسوية احلى، لون حلو، طعم حلو، ويخلي لك العرق بتاع الدقيق شغال ما نقطعش منه. بس احنا طبعا موصوصين، المفروض ما نحطش ملح، هنحط سنه ملح صغيره، هو كده كده بتغمس بكل حاجه فما تقلقيش. نخلط الحاجه مع بعضها. في ناس بتضيف بيكنج باودر، البيكنج باودر مش هيعمل لك اي تاثير لا حلو ولا وحش. هنا عايزه تضيفيه ضيفيه، مش عايزه تضيفيه ملهوش لازمه اساسا، يعني وفري ثمنه، انا بقول لك يعني عادي. ودي ميه ملحانه فيه ام الفلتر، يعني ايا كان ممكن تعمله بميه مغليه. محاسن مميزات الميه المغليه ايه؟ الميه المغليه اما بتيجي تعجني بيها بتخلي ريحه الدقيق الله مفحفحه، بتديكي قدحه للدقيق جميله قوي، انا بحبها عن نفسي. بس بتبقى عايزه انك ما تكبش شويه كده، لا بيبقى عايزه انك ايه، هتحط سرسوب سرسوب، لان المغلي بيأثر في ذرات الدقيق، فالدقيق بيشربه بسرعه فياخد منك ميه، شويه ميه قليلين ودقيق كتير، فهمت النقطه؟ لكن بيبقى طعمه تحفه يا عيال، بس عايز وقت بقى ودماغ فاضيه انك تقعدي تضيفي شويه بشويه كده وتقعدي تقلبي بالمعلقه والكلام ده كله، بس نتيجته احلى من ده 200%، طعم ولون وريحه وحاجه جميله كده. خلاص العجين بقى، وانا هتكلم معاكم دلوقتي يعني هعرفك الاساسيات. العجين بتاعنا ده لازم يريح، اللي بتقولك بريحه 5 دقايق و10 دقايق، طبعا لا، المشلت لازم يريح شويه حلوين، العجينه تريح. التريح بتاع الدقيق ده كانه بيتخمر معاكي، بتعجني حلو بقى. اما بتيجي تضيفي ميه، بتضيفي ميه على شويه اللي هما ما انعجنوش معاكي دول كده. احنا طبعا بالليل عايزه اعمل حاجه طعمها حلو وحاجه العيال بيحبوها وحاجه ما تعتبرش مكلفه. اهم حاجه في الدقيق حوشي له قشطه، لما معكيش امكانيه تجيبي زبده حوشي قشطه واضربيها كده اهو، هتبقى معاكي حته الزبده. لكن زبده فرن وكريستال والجماعه دول مش زبده يا جماعه، دي سمنه نباتي وحطيتها لك في شكل آلي. وعرفت عجينه، عجنه حلوه، عجينه الفطير المشلتت بتبقى يابسه شويه، يعني مش ملزقه في ايدك كده، مش زي بتاعه الفطير ابو خميره تبقى طريه، لا احنا عايزينها يبس عشان تشيل الماده الدهنيه اللي عليه وما تنقطعش منك، فهمتي؟ انا زودت سنه ميه طبعا عشان كان ماسك نفسه قوي، كان في دقيق تحت يعني، اول لما بلاقي الدقيق اختفى انا بزود شويه شويه صغيرين، لان كيلو الدقيق هيعمل لنا شويه فطر حلوين. انا عملتش ماشينها النهارده، انا واشي في العيال فهم ايه جعانين، فانا ممكن اعمل شويه على الطاسه من فوق وشويه في الفرن من تحت،
حسب وقتي يعني، مش محدده حاجه. واحسن حاجه في الفطر ده اهي الميه زادت اهي اهي، شوف مع اني عماله اضيف حته حته. هجيب سن الدقيق، طبعا تتعلمي بقى ايه انت كواحدة بتعجيني مهما كنت شاطرة في المطبخ، ممكن ايه نوع الدقيق ياخد مية كتير يشد منك شوية كده. الفيديوهات القصيرة يا بنات اللي انا بنزلها فيها كتير مش من شغلي، من قنوات تانية او من مواقع التواصل المختلفة، فساعات بتبقى الايد مثلا باينة مش ايدي، وانا مش بدعو ان حد يبين ايده، لا طبعا حرام. وساعات ادوات تنظيف المكياج والكلام ده، برضو المكياج في البيت مش برا، انت لازم تبقي ملمة بكل حاجة وتعمليها في بيتك عادي، ايه المشكلة يعني؟ مش لازم تطلعي تتملقعي بيها يعني، سوري في اللفظ يعني. خلاص شفت العجينة بقى بتبقى ماسكة كده، متبقاش طرية. القارورة دي فسفوري بتنور في الضلمة والله. شفتي بقى كده، لازم بقى عجنة حلوة، عجنة حلوة متينة. ما عندكش ايدين تعجيني، ما عندكش صحة تعجيني، اعجني على قد ما تقدري وهتريحي. انا بقولك الفطير مشلتت بيتلمي، بس لا طبعا لازم يتعمل له عرق والخرفشة دي تروح. شوفي بقى الاسرار، انا هقول لك اسرار من غير ما اقول كتير. احنا في الصيف لما تريحيها في جو برد تكييف او تلاجة تديك نتيجة جميلة جدا، فهمتي؟ بتسرع عملية الشغل معاكي يعني، بدل ما تسيبيها. هتقولي لي هي المفروض اقل مدة تستريح فيها ايه؟ من نص ساعة اللي انت طالعة فوق. انا ساعات كنت بعملها وببيتها في التلاجة، هي ما فيهاش خميرة وما فيهاش اي حاجة، فمش هتبوظ معاكي ولا فيها لبن ولا فيها قشطة. في ناس تقولي ممكن اعجنها بشوية قشطة وشوية لبن، اه بتديكي طعم حلو للعجين ماشي، بس ما تزوديش قوي، لازم العجينة بتاعتك تطلع بالشكل الحلو ده. العجينة بتاعتي انا اهو مستعجلة عليها، هحط على شوية، حطيت على شوية زيت من فوق يا بنات كده، وغطيها بأي كيس نظيف وعلى التلاجة، وعلى التلاجة كده 10 دقايق ولا حاجة ونرجع نقطعها. خلطة التوريق بتاعتنا، يعني ايه التوريق؟ الخلطة اللي بنحطها بين الطبقات. انا طبعا الموبايل بيفصل كل شوية عشان درجة حرارته عالية جدا، لاني بستخدمها في الشاحن والجو حر هنا. طيب ديت كانت باقية عندي، كنت عاملة بيها جلاش، دي زبدة فلاحي على شوية زيت، خلاص اهو هعمل في نفس الطبق. معايا حتة زبدة فلاحي بقري، هي مخلطة بقري على شوية جاموس صغيرين يعني. ديت من قشطة، انا بشيلها قشطة من على وش الحليب واعملها، بتبقى مسكرة وجميلة وريحتها مزحفحة اهو. على ما البتاع، على ما العجين بتاعنا ايه يا بنات يريح في التلاجة، وشوية زيت. الزيت مهم جدا، انا عملتها مرة بالزبدة بس كانت طالعة طعمها حلو بس كالحة كده، مش مديك اللمعة اللي انت عايزاها. فالزيت الدهون بتاعته اعلى من الزبدة، فلازم زيت. خلاص انا بعمل شوية بالزيادة كده، واللي بيبقى بيبقى عندي في التلاجة، ما برميش حاجة. طيب الخلطات بتاعتي التوريق بقى اللي ماليه اليوتيوب كلها ايه؟ انك حاجه زي كده هتسخنيها، تدوبيها على النار تدوبه صغنونه خالص ما تخليهاش تغلى، وتحط عليها ايه؟ نشا بيكنج باودر، ده للتوريق كده، وبتدهني به الطبقه. ده بيساعد ان انت لو اول مره في حياتك تعمليها تطلع ناجحه معاكي. عملتها وطلعت جميله جدا جدا جدا. طيب الزبده فيها نسبه ميه فبترفع معاكي العجينه. انا هسيحه مع النار عشان الموبايل سخن وهيفصل، ونرجع نشتغل تاني مع بعض. بعد 10 دقايق في التلاجة بالظبط يا بنات طلعتها. طبعا الموبايل كان بيفصل، معلش انا ما كنتهاش كويس، هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها مخرفشه من فوق، ده غلط، وده يخلي لك العجينه بتاعتك طعمها وحش، تهدر معاكي ما تفردش معاكي، تبقى تخينه معاكي. طيب انا هخليها لك انت تعرفي تعمليها زي اللي بتشوفوه على اليوتيوب وفي كل حته وفي الفرن.
في التلاجة 10 دقايق، وكيس كيس عادي خالص، ولا فويل ولا استريتش ولا الكلام ده، كيس نضيف من عندك ما يكونش لاقط اي ريحه، وفتحاه وحطيت شويه زيت كده. خلاص هعمل ايه بقى؟ هروح ده. شوفي تبقى كده سهله ازاي. ايه رايك بدات تريح؟ تعجنيها عجنه حلوه اهي، وتقدري تسيبيها لتاني يوم في التلاجة. طيب هتقولي لي انا عايزه اعملها، هتسيبيها من نص ساعة وانت طالعة كده. ممكن تحطها 5 دقايق في التلاجة او 5 دقايق في الفريزر، وبعدين تطلعها وهي متغطية وتسيبيها بره كده. هي في الشتاء بقى ما بنحتاجش لا تلاجة ولا فريزر ولا الكلام ده، الجو بيبقى متلج لوحده خلاص، وبنبقى بنعجنها بمية سخنة اساسا في الشتاء. شفتي بقى اهو، شفتي ريحت ازاي؟ ريحت. تعرف ان هي ريحت ازاي؟ ان هو بتبقى تبقى ملساء كده ومعاكي كده. انا كده اهو، طبعا انا عشان ماسكه الموبايل وهو في الشاحن، بس طبعا الكيس كده من عص زيت. الساعه معانا دلوقتي 9 وشويه، ممكن تحطها 10 دقايق او 5 دقايق في الفريزر، وتطلعيها تحطها هنا وتبداي تقرصيها وتقطعيها، هنشوفها مع بعض. هتلاقي نتيجة جميلة هتعجبك جدا جدا جدا. اديها عجنة حلوة و5 دقايق في الفريزر، ممكن تشيلها من البرام او الحلة بتاعتك الكبيرة دي وتلفها في الكيس وتحركي، تحطها 5 دقايق في الفريزر، وبعدين تطلعها عندك هنا 10 دقايق، مش هتاخد منك وقت خالص. ريحتها معانا في التلاجة يا جماعة ربع ساعة، تقدري انت تسيبيها نص، تقدري تسيبيها ساعة، ساعتين، تلاتة، اربعة، تقدري تبيتها تاني يوم، بس عشان احنا مستعجلين، بس ايه عشان تعتبر ايه متأخرين في الغدا النهاردة. شوية زبق حلوين كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة اقرب لك بس ايه التقطيع. بص بقى هتقطعي ازاي. هتقولي لي التقطيعه معضله؟ لا هقول لك هي مش معضله خالص. الزيت ده مهم، بيديك طراوه للعجينه وما يخليهاش تقشف منك سواء صيف او شتاء، وبيحمي لك العجينه ويخليها لك تريح اكتر. طيب لو انت عندك مكان، يعني مثلا زي الترابيزه اللي انا بسجل عليها دي تعتبر مش كبيره، فهتعملي تقطيعه صغيره عشان تقدري تفردي براحتك. بصي التوريقه بتاعت، ثانيه واحده، منادل ده التوريقه، التوريقة بتاعت الفطير المشلتت بيعتمد على حجم فردانك ليه خلاص. فانا ما عنديش مكان، انا عندي طبلية كبيرة بس اللوح بتاعتها طالعة ونازلة، ده بيقطع لك العجينة بتاعتي. فانا كده كده هقطع صغير، فانت كده كده قطعي صغير، فهمتي؟ شفت العجينة بقت جميلة ازاي؟ شفت النعومة؟ حاول ايه هقطع صغير، العجينة ماسكة نفسها خالص معايا اهي. انا طبعا ايه هعمل حته جبنه قريش، ده لازم يستريح برضو. هعمل حته جبنه قريش، ايه قصدي جبنه مش مع طحينه مع شويه طماطم على ما دي تستريح كده، ونشوف فيه عسل ولا لا. ممكن انت تسقي شربات بعد ما تطلعيه. العجينه جميله ازاي. في دقيق بي سي، احنا كنت شاريه دقيق عشان اعمل شويه عجين فطير، كان سايح خالص بهدني والله. شوف العجينه مريحه جميل، حطنها في التلاجة او في الفريزر وتطلعها وتنزلها في التلاجة جميل، وخاصه في الشتاء اللي احنا فيه ده. انا ايه هعلمك تفرديها فرده سهله وتعمليها على الطاسه. انا عايزه انجز انا اخرى. جامده طبعا، الزيت اهو، علمك تعمليها بطريقه جميله وتطلع معاك مورقه. عايزه تعملي بفطيره واحده اعملي، بخمسه تعملي، بعشره تعملي، زي ما انت عايزه. الفكره في التوريق، ديت عجينه ما فيهاش خميره، فما تفرديها وتحطي طبقه ماده دهنيه في الطبقه الدهنيه دي تعمل عازل بين الطبقات، فده فكره التوريق. كرواسو بقى، مشلتت، ملوي او مسمن، كل الاكلات الفكره بتاعتها واحده، باختلاف المسميات باختلاف تكات. لو جربتيها بقى بالميه المغليه في الصيف، في الشتاء بقى عشان الجو حر قوي، فالحاجه برضو ايه
سايحه كده، بس ريحه العجين جميل. وبميه وخلاص. عندك شويه لبن حط، ماشي، حته قشطه ماشي، تدي طعم لعجينتك يعني، بس بيطر العجين بس بيبقى حلو الصراحه. سواء قد بعض، اكبر من بعض، اصغر من بعض، ما بيفرقوش كتير. عشان اغسل البرام ده عشان ما ينكسرش، وتقيل اساسا. هجهز بقى مكان، هوريكم الزبده دلوقتي اللي عملتها، واعرفك تعرفي الزبده العيد لا من الزبده اللي مش كويسه ازاي. حاجه سهله خالص، سيبك من موضوع الشم ده. هيديكي فطاير كتير خالص على فكره. لو عملتها فطاير على البوتاجاز هتديكي كتير، عملتها فطاير في الفرن وحطيتها جوه بعضها كده هتديكي مثلا كام فطيره حلوين برضو. اهو استني بقى كده عشان يندهنوا زيت، ثم رخناه عشان ما ينشفوش. شوفي العجينه عامله ازاي، شوفوا لوز لوز يلا. اهو نفس الكيس، ما تقعديش بقى توجعي دماغك وتعملي حاجات كتيره كده. صلي على النبي كده، ربنا يبارك في الرزق. اهو ماشي، استنوا بقى اجيب لكم الزبده. الزبده معانا اهي، دي زبده من على حليب. لا شوفي، اي زبده فلاحي، اي زبده من مصدر طبيعي هتلاقي فيها حتة اللبن دي. طيب بقى سؤال بقى دلوقتي، انت لما بتجيبي جبن بتاع كريستال وفرن والحاجات النيوزيلندي بتلاقي دي؟ لا، لانها سمنه. اتجه يا ست الكل للحاجات الطبيعيه ان شاء الله تحوي. انا جايبه كيلو زبده نيوزيلندي صفراء ب 140 جنيه من كام شهر، كانت زي الزفت. ليه بقى؟ عشان ايه؟ احنا متخلفين. عندك الزبده الفلاحي هاتي منها، وخلي بالك من بتوع الناس اللي في السوق، حاولي تجيبي من حد انت عارفاه، او حوشي القشطه واعمليه، او اشتري قشطه واعمليه. فهمتي؟ اهي دي مش سخن، دي بس تسيحي بس على النار. في ناس يجيبوا شويه نشا ويحطوها، وكيس بيكنج باودر يحطوه ويورقوا بيه، ده ينفع وده ينفع. او شويه سميد، بعد ما تدهني تروحي رشه شويه سميد كده على العجين، بتبقى فظيعه برضو. دي بتتنفخ فبتديكي فرق بين الطبقات بقى، فتلاقي التوريقه حلوه يعني. لكن الحاجات الاساسيه البسيطه، الماده الدهنيه اهي خلاص. وممكن نحطها تبقى زي الكريم كده يعني، تحطها في الثلاجه وتسحبي منها بايديك وتعملي زي الكريم كده برضو، ده ينفع وده الاصح على فكره، بس احنا بنستسهل بيه. اسيب ده 10 دقايق برضو يريح، اجهز مكان ان احنا نفرد بيه ونرجع تاني. احنا مع بعض اهو يا بنات، انا حاولت اجيب حته واسعه بس نفرد فيها. هنفرد على الدقيق، هتقولي لي الدقيق مش السمنه؟ اي طبعا مش السمنه، السمنه الدقيق جميل جدا جدا. طبعا انا ما سبتوش يريح اللي هو قد كده، بس احنا مستعجلين، فانا هعمل بس شويه في الاول كده. واصل العجينه ده برضو لازم تريح بعد التقطيع، ولازم تريح بعد ما تشتغلي فيه. نبتدي بقى اجيب العجينه معايا اهي، هجيب من المقطعه الاول بقى كده كده على ما اجي افرد اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نجيب من اللي احنا مقطعينه الاول العجينه. بسم الله ما شاء الله جميله جدا، تحفه، ملبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا الدقيق اللي انت بتفرداه ده بيساعد على التوريق، وبيظبط لك العجينه، ما خلاش تنقطع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي الطبليه بس مش مظبوطه، متكسره، فانت اي حاجه متكسره عندك مش هتنفع. ممكن تجيبي غطاء تقلبي حله وتيجي تعملي عليه. كل ما رفعتيه يعني، انت لو عملتيه وقلبتيه على كده هيبقى تخن الورقه كده، تخن من جوه كده، فهمتي؟
طبعا هو دلوقتي ما بيفردش معانا حلو، بس العجينه حلوه ما تقطعتش معانا ولا اي حاجه اهي. طب هنعرف انه بيفرد حلو امتى؟ لما ما يكشش معانا تاني. هتقولي لي الدقيق كده مش كتير؟ لا، كانك بتفردي نشا، كانك بتفردي سميد، كانك حاطه زبده بزياد. جربي طريقتي دي جميله، ودي هعملها على الطاسه لاننا مستعجلين على الاكل. ايه رايك صراحه؟ اهو شفتي، اما كنت باجي افردها على الطبليه كانت بتتقطع مني جامد وتبهدل الدنيا، لكن مش همع اهو. اي مش همع بقى عندك، وترابيزه او حله او صينيه تقديم اكل واقلبيها، اهم حاجه حته ايه مظبوطه. طبعا هي بتفرد بصعوبه لاننا ما ريحناهاش وما بتنقطعش، لان العجينه استريحت شويه حلوين برضو قبل كده واتعجنت حلو. ما تلتزميش بقى بالشكل الدائري ولا الكلام ده كله، بدات تشف في الجوانب لاننا عمالين نزق في الجوانب، فانت تجيبي بقى ايه على الاطراف كده اهو. المشمع بتاعنا بدا يظهر وهتبدا ايه شوفي، وهي اتعمل بقى حلو. ومال العجينه ديت هي عجينه جلاش، يعني ايه تقبل معاكي اي حاجه. هتشد كده بس بالراحه، هتلاقي بقى العجين اللي بعد كده اريح من ده. دي ممكن اعملها اتنين في بعض. هتقولي لي ايه اتنين في بعض وايه اربعه في بعض؟ ما انيش فاهمه الموضوع ده. الموضوع ده معناه ايه؟ انت مش ملتزمه بعدد معين، بس كل ما حطيتي فطاير كتير كلها رفيعه بتلاقي في طبقات كتير. فهمتني؟ انا قطعت اهي، ودي غلط بس مش مشكله. تروحي عامله كده بقى قبل ما توسع منها، حاولي ما تقطعهاش. لاحظي الحتت اللي مليانه دقيق بتفرد بسرعه. هتفرد معاكي بسرعه وفي ناس بتفرد شويه مع بعضهم وتروح حاطه ايه الزبده بقى ورا بعضها بدل ما يعني ايه ما تليط نفسها. دي بقى ايه احسن من انك تقعدي تفردي بزبده والزبده بتقع على الارض، وتكلفه الزبده عاليه. طبعا تكلفه الزبده عاليه جدا، ولو استخدمتي منتج ملهوش طعم الفطر بتاعك مش هيبقى ليه طعم، هيبقى مورق اه بس ملهوش طعم. فهمتني؟ بحاول على قد ما تقدر. كل لما انت قدرتي تعمليه رفيع كل لما انت كسبتيه. واعملي في حته تبقى ايه مركونه كده لوحدها، متلاقيش حد ايه يضايقك فيه. وهصور لكم المشي دلوقتي، معلش انا كنت وعدكم واحده بعدها يعني ايه ان انا هصور لها المشي من اوله غصب عني. والله انا عندي فيه فيديوهات كتيره مشي لو انت عايزاه. طبعا شد الدقيقه خالص اهي. طبعا بقى حاولي ايه ما تجيبيش الحاجات دي نفردها بقى راح خالص. شايفاني انت كده الحته اللي انقطعت دي؟ مش مشكله، بس حاولي ايه ان القطع ما يبقاش كتير عشان حاجتك ما تبص. اهي شوفي عامله ازاي. وحاولي ما تجيبي السمنه او زيت على الحته اللي انت بتشتغلي فيها. انا مش هتاخدها برضو. الزبده بتاعتنا اهو. اصلا الدقيق ده عامل توريق. اهو
انا بحاول ما انزلش على المشمع عشان يديني ايه ما تعجنش. دي انا هعملها البوتاجاز من فوق في الطاسه، فاعملها ممكن تعملها طبقه او اتنين. هتقولي لي يعني ايه؟ هعرفك دلوقتي. طبعا هي صغيره، فالطبقه الواحده لو حد جه ياكلها مش هتديكي فطيره حلوه اساسا، هتبقى فطيره نص كم كده. بس تقدري تعمليها يعني لو عايزه تنجزي دي. ما بنحطش فوق بعض، بنحطه جنب بعضه كده اهو. وطبعا احنا حطينا جوه كتير، فانت بره ما تحطيش كتير قوي. بسم الله. والسلام عليكم. ماشي كده غلط. مش عايزاها تبقى دسمه جدا جدا جدا. اهو خلاص. كده وهنجيب التانية دي كده اهو عليها كده. بالطريقة دي اهي بقت زرفة اهي ما شاء الله اهي. حط الطرف ده تحت كده عشان بس يبقى شكلها حلو. بالطريقة دي هتحطها على الطاسة بتاعتك، هتبقى طبقات 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 وتبقى فطيرة. وممكن تعملي نفس، نفرد واحدة ونحط فيها دي، هيبقوا طبقتين، هي تبقى الفطيره جامده كده. خلاص. انا طبعا ايه لازم تستريح كل خطوه في الفطير لازم تستريح معاه. واحنا هعملها لك واحنا بنعملها على الطاسه بقى، حركيها جنبي اهو. حاولي بقى ايه الحته اللي تشتغل فيها ما يقعش فيها سمنه زي ما وقعت كده، ولو وقع مش مشكله بقى، انت هتعمل ايه؟ وتذاكر. شفت الهوا ده؟ ده نجاح العجينه بتاعتنا بقى. لو في وقت وعملت طبعا بتاعه الفرن بتاخد 5 فطاير جوا بعض. لو عندك فطير كبير او هتعملي فطير زياده. وكل لما اشوف العجينه استريحت معانا شويه بقت احسن من الاولانيه، واخده بالك؟ انا لقيت ان فرد الدقيق احلى بمراحل من فرد الزيت والزبد. والدقيق ده يعتبر ايه؟ كانك رشيتي سميد، رشيتي نشا. لما تلاقي اللي في النص بدا يشف معاكي يبقى انت متكيه اللي في النص قوي سايبه الايه اللي بره. سيبي بقى الفطير بتعمليه، سيبيه يريح شويه حلوين. كل تقطيعه يعني انا عملنا واحده معانا اهي، هعمل مثلا 3 4 عشان اللي يجي يقعد ياكل. اعملي كده شوفي، او بايد مقشه مثلا رفيعه او اي نشابة اعملي كده. تفرد معاكي خالص اهي، بس لازم تحطي طبق دي حلو. انا مقطعاها تقطيعه صغيره برضو لان ما عنديش مكان. ده بيخليها لك تنشي معاكي، تنشي معاكي اهي، ما تنقطعش، تبقى مورقه، تبقى شفافة. هيبقى ان شاء الله بإذن الله طعمه جميل. ممكن تحط فيها حشو جبنة ببقدونس بكزبرة في النص اهو، مربى نوتيلا. شفتي دي؟ شفتي كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ تعالى ذاكر. مش بيسمع الكلام. الحمد لله يا رب.
صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اللي هينفعنا. واخده انت يا بالك من النقطه دي؟ شوفي حتى التانيه دي هتعملي كده هتفرد، غير اما تعمليها في الزيت والسمنه تلاقي نفسك متبهدله وبتكلف كتير. ديت ماده دهنيه قال ما بتاخدش وقت على فكره، بس هو الشرح وعشان انا واقفه طبعا، والحته اللي انقطعت دي عشان انا شدت تلاقيها مليانه دقيق بقى كده. في الناس بتجيب اتنين وتلاته فوق بعض وبتفرده. هتقولي لي انا بعرف الفرد المناسب، جه لحظه ان احنا عاملين فطيره صقنونه. الفرد المناسب انك تشوفي المشمع من تحت، خلاص كل ما شفت المشمع من تحت كل ما انت ماشيه صح. طب انا لو ما شفتش المشمع من تحت هتبقى التوريقه بتاعتك السمك ده، سمك حلو مش وحش اهو، فاهمه شايفه؟ فهمتي بقى؟ سواء بقى عملت فطيره تخينه فطيره رفيعه فردتيها ما فردتيهاش، فهمتي بقى؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدري بقى تخفي ايدك عني، كل ما خفتي ايدك وعملتي طبقه خفيفه كل ما كان ايه هيديكي نتيجه جميله من غير ما تاخدي زبده كتير. ريحه الزبده ما اقولكوش يا عيال، الزبده دي من على حليب. طب انت تعرفي انت في مدينه تجيبيها منين؟ عارفه الناس اللي بتبقى بتعمل زبادي وقشطه ولبن رايب في محلات كده، محلات البان، انت قولي لها وانت بتجيبيه مثلا، قولي لها بس ما اصل في فرق في السعر. يعني احنا مثلا الزبده دي انا جايبه الكيلو ب80 وهي مخلطه بقرب جاموسي. بس لازم انا مش عايزه تقل الدسم عشان ما نتعبش، وعشان انت لو امكانياتك الماديه مش مكفيه كلنا برضو في نفس الدائره الاقتصاديه يعني، فانت بتبقي جايبه كيلو الزبده المفروض يقطعك شويه حلوين في كل حاجه. بصي بالفرش ولا ايدك ولا مش عارفه ايه، يا دوبك اصل هي من جوه مليان. هناخد من اهو نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ونلمها على بعض كده لان انا مش بعملش طبقات، خلي بالك. من غير بقى ما ايه ما مليطنا نفسنا ولا اي حاجه. ادي اتنين كده فطرتين، ممكن نحط دي جوه دي كده عشان ما ينحرقوش. في ناس بتدخلهم التلاجه قبل ما تعمله، يعني انا ممكن ادخل دي التلاجه على ما اعمل كمان اتنين، فهمتي؟ وتيجي تعمليهم بقى يكونوا، شوفي الهوا ده دليل نجاح العجينه. ما تعملهاش بقى دلوقتي بعد ما خلصناها على طول عشان ما تبلطش منك. انا هعمل شويه عشان اعمل خلطه الجبنه القديمه برضو مع العيال واوريكم برضو. معانا طاسه تيفال اهي، ماشي اي حاجه عندك، لو عندك الومنيا تهنيها شويه زيت، بس لازم شويه الزيت دول. وما معايا اربع فطاير عملتهم سبتهم يريحوا، انا هكمل بقيه كيلو دقيق بس عشان الوقت، سبتهم يريحوا ربع ساعه. كل لما عملتي سيب الحاجه تريح، خلاص هاخد بقى القديمه خلص اللي انا عملتها معاكم اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم شويه الزيت يا بنات، خلي بالك اهي سخنه اهي، ولازم الطاسه بتاعتك تتغط وهتقعدي تقلبيها يمين شمال. انا هدور على الغطا مثلا ايه، الغطا ده اهو اغطي بيه. لازم تكتمل الحراره بتاعتها وتبقى الحراره بتاعتك وسط او عاليه، انت كده كده هتقف جنبها. يعني انت هتشتغلي دي طبعا ده مكسوره في عملاب مسمار، فانت هتقعدي تقلبي فيها وهعمل معاكم واحده فيها اتنين اهي. اول لما بدات تعمل كده وطيت النار،
ولازم تغطيها، خلي بالك. انا هوريك اللي هي طبقه فطيره، طبقه واحده والفطيره المتبقطين. هدور على غطا بقى لان الغطيان بتاعت الفلفل عندي ايه صعبه شويه. بتغطي ودقيقه وتقلبي هتلاقيها احمرت ونفخت، وكل لما قعدت معاكي بره مريح كل ما كانت احلى. بدات تنفخ معانا اهي. الموبايل بتاعي بيتاثر بالحراره بيفصل بقى. هي كل طبعا انت بتعمليها البوتاجاز من فوق، فكل ما كانت طبقاتها صغيره كل ما كانت احسن. معانا اهو نفخت ما شاء الله. بصي نفخه نفخه نفخه. الزبده مهمه، فيها نسبه ميه عاليه. لو انت عندك البوتاجاز مثلا سخن من حته وبارد من حته بتقلبي، بتغطي بتغطيها. شوفي اهي بنفخ الطاسه. بسم الله ما شاء الله، شايف اللون، بس لازم له شويه زيت تحته ويتغطى، بيبقى منفوخ جدا. معلش مش عارفه اكمل التصوير عشان بس ايه الموبايل بتاعي بيتاثر بالحراره. بتديله اللون اللي انت عايزاه وبتطلعيه على مناديل على ورق يشرب السمنه الزياده. ما تعليش عليها قوي، هو عشان احنا عاملينه تانية واحده يستوي معاكي بسرعه. لو عملتيه كذا تانية بقى تدخليه الفرن. ماشي هغطيه بقى. دول الاربعه اللي احنا عملناهم مع بعض ما شاء الله. انا هكمل بقى باقي الكميه مع نفسي. وده عسل اسمر، وده جبنه على مش على جبنه بيضه. ماشي ده كان بقى عندي اصلا من امبارح، فانا هعمل الجديد بقى لما يخلصوه الاول عشان بينشف في الثلاجه. عايزه اوريلك اولا سخن جدا، شفتي التوريقه من جوه ورقه. يعني انا كنت بقول لك هنجرب الاثنين مع بعض، لا كفايه كفايه طبقه واحده مقرمش خالص اهو، ولما يبرد هيبقى جميل جدا بس مولع بقى. طبعا لو عايزه بقى تنجزي وما تعمليش واحده بواحده وانت عامله كميه، هتعملي مثلا خمس فطار جوا بعض وتعملهم في الصينيه وتحطهم في الفرن، هتطلع جميله طبعا وتحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه جدا 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 اهي، وهي طبعا كانت رفيعه معانا، انتوا شايفين الرفع بتاعها اهو، كانت رفيعه معانا فكانت طالعه حلو. طبعا هقوم اكمل بقى الباقي عشان الوقت اتاخر. اتمنى اكون افدتك في الفيديو ده، وجربي الطريقه هتعجبك وسهله، وتعمليها على البوتاجاز وجميله جدا. استخدمي حاجه نظيفه، زبده نظيفه، حاجه كويسه كده هتعجبك، وبالهنا والشفا. لازم تريحي الفطير قبل ما تيجي تعمليه في البوتاجاز، وخلي بالك لازم نضيف له شويه زيت، ولو لقيت الزيت لونه بيغير تمسحيه بقماشه او بمنديل ورق وترميه في الزباله. نقط كده، ولازم تغطي الصينيه معاكي وانت بتعملي. بقى الفهنه وشفا اهو. شوفي بقى اللمعه دي جايه من الزيت والطعم من الزبده طبعا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.